إذن دفع بوتين بآلياته العسكرية إلى أوكرانيا سعياً لدرء خطر الناتو. المنظمة التي كشفت السعي الغربي للتوسع العسكري بدلاً من الاقتصادي كما اتهمها لوفروف، باتت هذه هي الصورة في أوكرانيا، ضحايا ودمار ونازحون بالملايين، معركة صعبة الحسم. وفي الأثناء كانت عيون الجارين الإسكندنافيين مفتوحة. ما سعى بوتين لإبعاده عن حدود طولها 1500 كيلومتر مع أوكرانيا أتاه على حدود أخرى طولها 1300 كيلومتر، ولكن مع فنلندا ومن خلفها السويد. قررت الدولتان إنهاء عقود طويلة من الحياد العسكري، فما شهدته البلدان دفعهما لاستنتاج بسيط أنهما بحاجة إلى الأمن، والأمن متوفر تحت مظلة الناتو التي فشلت أوكرانيا في الوصول لعتبتها. لم تكن هذه القناعة السياسية فقط بل الشعبية، ففي فنلندا مثلاً قفزت نسبة التأييد للانضمام إلى الناتو، أو حلقت بالأحرى، من 20% قبل الحرب إلى 76% بعدها. ستكسب الدولتان إذن مساعدة 30 دولة في الناتو حال الحاجة، بينما سيكسب الحلف قوتين عسكريتين عاليتي القدرة. هل بقي خيارات لموسكو للضغط؟ تقريباً لا. فعلى عكس دول مثل ألمانيا أو فرنسا، لا تعتمد السويد ولا فنلندا على سلاح الطاقة الروسي. توقع الجميع أن تنوب المجر عن روسيا في عرقلة انضمام الدولتين، لكن التلويح بالعرقلة جاء من بعيد. اعتبرت أنقرة أن الدولتين موطن المنظمات الإرهابية، تحديداً حزب العمال الكردستاني، كما طالبتهما بإنهاء حظر بعض الصادرات الدفاعية إليها. كرواتيا أيضاً كان لها موقف، لوح رئيسها بأن القبول مرتبط بإجراء تغيير في التشريع الانتخابي للبوسنة والهرسك لصالح الكروات البوسنيين. ليس موقفاً إذن، الأمر أقرب للبحث عن صفقة، ولا يوجد ما يمنع كل الأطراف من تحقيقها ولو جرى تعديل التفاصيل.